الله الرحمن الرحيم. برحب بحضرتكم مره اخرى، معايا المهندس عاطف من محافظه الشرقيه. اهلا اهلا استاذ عزيز. يا حاج عاطف، سعاده الباشا، ازيك؟ انا سامح يا حاج عاطف، ازيك يا استاذ سامح؟ انا اسف يا بيه. اخبارك ايه؟ كل عام وحضرتك طيب. والله كل عام وحضرتك طيب. احنا يعني في مشكله، مش مشكله فرد، أي مشكله الجمهوريه كلها. أي انا سكرتير الجمعيه العامه للاتنان، بنعاني من تراكم الاسمده والغرامات بتاعت البنوك. مش عارفين نصرف الاسمده، وكلاء الوزاره موقفين الاسمده، خايفين تيجي لحظه ما يكونش فيها اسمده، المهم يبقى موجود. واحنا بندفع غرامات، احنا شايلين السنه دي حوالي 35 مليون جنيه. 35 مليون الجمعيه العامه مدعمه بيها الجمعيات المحليه. طب انا عايز افهم حاجه يا فندم. نعم يا فندم. احنا دلوقتي لما بتيجي الدوله تصرف الاسمده، في اللجنه التنسيقيه لصرف الاسمده، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الموسم، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الموسم الشتوي ابتدى، بنصرف للناس على المعينات الفعليه. الراجل ده زرع او هيزرع، فبنبتدي نديله شيكارتين يبتدي بيهم الموسم وبعد كده بيكمل. لا دلوقتي الكميه بالكامل، مش شيكارتين. طيب الكميه بالكامل، ايه اللي معطل؟ ايه اللي معطلنا يا حاج عاطف؟ نعم يا فندم. ايه بقى اللي معطلنا؟ المديرين الوكلاء الوزاره ومديرين التعاون ومدير الجمعيات ما بيعملوش معينات، ما فيش معينات ماشيه. مفيش حاجه اسمها مفيش معينات ماشيه، في حاجه اسمها دلوقتي ناس زرعت يا فندم. ده اللي بيعمل كده كمدير جمعيه يعمل كده لازم يسال. انت النهارده على مستوى المحافظه، انا مش بتكلم على، مش فرد واحد بدوهم يقول لك على المعاينه. لفندي انت عارف قصه ما فيش مهندسين زراعيين ما بيعملوش معاينات، هي المفروض على المعاينه فيا ريت حتى كان يدي شكارتين، خلاص كانت بتسد، نشيل نسحب. احنا بتيجي اسمنا يا باشمهندس عاطف. اتفضل يا بيه. انا دلوقتي هزرع وخدت الحيازه بتاعتي ومعروف في الجمعيه، ورحت قلت له انا هبتدي ازرع، اديني شكارتين على ما الموسم يبتدي وتعمل معاينه. ما بيعملش، يقول لي لسه ما عملتش معاينه وتصديق من، مش مشكلتي، اعمل انت اعمل معاينتك وانا تحت امرك، اديني الشيكارتين بتوعي، لان في حاجه اسمها. مفيش يا ريس، ما بيعملوش. طب انا هكلم المهندس علاء عفيفي دلوقتي. لا هكلم المهندس علاء عفيفي واعرف اصل ده علاء حسابه ايه؟ ما انا مش بتكلم، هم الافنديه النقص اللي موجود. يا فندم النقص اللي موجود ما يوقفش صرف الاسمده، ده بيكون تصرف يا حاج عاطف. حاج عاطف محافظه معينه يا استاذ حاج عاطف سامح. بص يا حاج عاطف، اتفضل. انا من كتر ما باجي الشرقيه انتوا زهقتوا مني، تمام؟ لا يا بيه انت اتشرفت. الشرف ليا. ما فيش حاجه اسمها ان انا اعطل لواحد شغله عشان انا ما خلصتش الورقه بتاعتي. احنا اللجنه التنسيقيه الصرف من 15 الشهر اللي فات، ده احنا قربنا على شهر، مفيش اتصرف. طيب بشكرك وانا هتابع مع المهندس علاء عفيفي وهتابع مع مدير التعاون الزراعي، لان ده ممكن يكون موجود في جمعيه او اتنين او هو تصرف فردي، انما اللجنه التنسيقيه للاسمده بيقول له لا، انت تدي الراجل ده الشيكارتين في الاول يبتدي الموسم بتاعه، ازرع.